السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لتعلم صناعة الصابون بجميع أنواعه وأشكاله، مثلا صابون الجلسيرين الشفاف، صابون الغار هذا مصنوع من زيت الغار وزيت الزيتون، صابون الغسيل، صابون غسيل ملابس. طبعا له استخدامات شخصية، ممكن يصير صابون لغسيل الأيدين، صابون تواليت، ممكن كمان هذا صابون غسيل ملابس. لتعلم صناعة جميع أنواع الصابون تابعوني على اليوتيوب على صفحة محمد سعد الدين القاسم. هلا بدي أعطيكم نقاط رئيسية بالصابون. المادة الأساسية لصناعة الصابون، قرب لعندي زكاتك، قرب 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 لعندي، قرب قرب قرب. المادة الأساسية لصناعة الصابون شو هي؟ الزيت أو الدهون والصودا الكاوي، تمام، والماء. وسطيا معدل وسطي بنحط لكل كيلو زيت 150 جرام صودا كاوي، ولكن إذا كان الزيت قديم أو مستعمل بنحط بدال 150 بنحط 170 180. إذا كان الشغل على البارد يعني بدون نار، أما إذا كان الشغل على النار مثل هذا الصابون مصنع على الساخن، مثل هذا الصابون شايفينه، هذا مصنع على الساخن شايفينه، هذا منحط لكل كيلو دهون أو كيلو زيوت منحط 200 جرام صودا كاوي. قديش منحط؟ 200 جرام صودا كاوي، ومنحط لكل كيلو زيت كيلو مي لأنه هذا على الساخن. ومنغليه قديش؟ منغليه أقل شي ساعتين، أقل شي منغليه ساعتين. هذا الصابون هذا بدون غلي، هذا على البارد. بالنسبة لهذا البياض اللي بيطلع على الصابون، هذا بيتساقط بعد فترة، صور فرجي، هذا بيطلع وبيتساقط بعد فترة، شايفينه؟ هذا كله بيتساقط بعد اكتمال عملية التصبون، بيتساقط وبهر، شغلة طبيعية. هذا الصابون شايفينه، هذا معمول على الساخن، هذا على الساخن، هذا على البارد، هذا ما صار له كم يوم. هذا صابون الجلسيرين الشفاف، فرجي 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 فرجي، قرب الكاميرا عليه. صابون الجلسيرين الشفاف، انا هون حطيت بقلبه صابون عشان يبين فرجي الشفافيه تبعه، بين الصابون بقلبه شايفينه. هذا له فيديوهات خصوصيه على قناتي، هذا له فيديوهات خصوصيه على قناتي، تمام. هذا لانه فيه صور، هذا فيه بروبيلين جليكول وجلسيرين، بروبيلين جليكول وجلسيرين بيحتوي هذا الصابون، تمام. بيزيد عن هذا الصابون انه فيه بروبيلين جليكول وفيه جلسيرين وفيه سكر، هذا الصابون فيه كحول، تمام. اما هذا صابون على الساخن له فيديو خاص، وهذا الصابون على البارد له فيديو خاص. كل هاي الفيديوهات تجدونها على قناتي، وايضا بالاضافه للودانين اللي بسموه بالعراق الزاهي، ومصر بسموه الفيري، بالاضافه لصناعه الشامبو والبلسم. اهلا وسهلا بكم، بس لا تنسوني زكاتكم من اللايك والمشاركه، الله يجمع بخاطركم، والتعليقات اهم شيء التعليقات. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شايفين شو عندي صودا كاوي؟ عندي صودا كاوي 3270 تقريبا، شيلوا وزن الاكياس، يعني بده يطلع اخر شيء 180 جرام لكل كيلو زيت. رح احط انا قديش؟ رح احط 18 كيلو زيت، تمام. وهلا بنشوف شلون بدنا ساوية. هلا طالما انا بدي احط 18 كيلو زيت، معناتها لازم زين هلا مي. قديش لازم زين مي؟ لازم زين 9 كيلو مي، تمام. طبعا هذا السطل كنت عم ساوي فيه زفته، اثرها ما فيه يعني، بس هي الرغوه اثر الزفته، نظفته بس ما نظف معي كثير. فانا بدي احط هلا 9 كيلو مي. شيل هدول على الوش، شايفين كيف؟ 9 كيلو مي بدي احط. قلت لكم هاي الرغوه اثر من الزفته، اثر يعني السطل فيه اثر بس، ولا مغسول السطل، نظيف. 9 كيلو مي ل 18 كيلو زيت، تمام. هلا انا هون عندي 9 كيلو مي، وعندي هدول الصودا الكاوي، تمام، 3270 جرام. قلت لكم انا عندي 18 كيلو زيت، زيت قلي مستعمل، تمام. بدي صنع منه صابون غسيل الملابس، بس هالمره بدي اضيف له لون اخضر ان شاء الله عز وجل، تمام. في ناس تسالني ليش بتكرر كثير، التكرار هو اللي بيثبت المعلومه بالدماغ. لكل كيلو زيت نص كيلو مي، هذا الشغل على البارد. لكل كيلو زيت
قديش؟ نص كيلو مي. لكل كيلو زيت نص كيلو مي. وشو كمان؟ ومية وثمانين جرام صودا كاوي، هذا صابون غسيل الملابس. بالنسبة للصودا الكاوي نحن شي بنقول 150 160 170 180 حسب نوعية الزيت. الزيت لما بيكون زيت مستعمل بده قلوية أكثر، بدك تزود له. لما بيكون زيت نقي بتقلل له. فهمت علي شلون؟ الزيت لما بيكون زيت قلي بتزود له صودا كاوي، ولما الزيت بيكون زيت نقي مو مستعمل بتقلل له صودا كاوي. تمام؟ وصلت المعلومة؟ وصلت الفكرة؟ هاي هي الفكرة. والكمان شغلة تانية، لما بيكون زيت قلي مستعمل بدك تساوي فيه صابون، التحريك بده يكون بطيء. انتبه لهي النقطة. هلا نحن باليوم التالي، هلا حنضيف الزيت هون، اعطيني. زيت مستعمل مثل ما انتم شايفين، زيت قلي. يا شباب انا عندي هون 18 كيلو زيت، قديش؟ 18 كيلو زيت، هاي صبغة خضراء شفتوها؟ عم عاني انا بالصبغات، لا تفكروا الشغلة سهلة، هاي صبغة الزيت. بس انا عم عاني اني لاقي نوعية تسرني. لما كنت بالشام من زمان كان في صبغة بودرة تبع زيت، يعني صبغة تأثيرها كان قوي جدا هائل. فأنا أول شيء رح أحطه على الصبغة. مالك ضعف العيار، أنت حاط العيار قوي كثير. الأربعة؟ الواحد شغل شغل مسك مسك صفي عني صبرك يا هيك قرب من هون صفي ايدك مسك 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 الصبغة معلم مسك الصبغة هلا انا هاي الصبغة بقول ان شاء الله ان شاء الله انه تأثر ان شاء الله تمام املنا بالله انه هالصبغة تأثر هلا انا عندي هون طلعوا هون صودا قاش كيلو 100 جرام نشا 100 جرام سكر 100 جرام ملح هلا النشا رح حله بشوية مي النشا رح حله بشوية مي وقف دقيقة اجيب مي وقف وقف تحريك عشان الصوت شايفين النشا عم دوب النشا هلا رح احط النشا والسكر والملح اول شيء مع الزيت بس اتاكد انه النشا داب مضبوط شو مهمة النشا؟ النشا لملء الفراغات ان وجدت ان وجدت بيملأها النشا والملح لتوزيع ذرات الصابون ولعدم تصبن الصابون فورا كثير كثير من المتابعين بيقولوا لي حطينا الصودا الكاوي انكمش الصابون بحطوا له ملح عشان ما ينكمش فهمتوا ليش؟ والملح بكبر حجم الصابونة شوي كل ما زودت ملح كل ما بتنفوش مثل اخر شيء بصير مثل اسمنت اذا كترت كثير ملح هلا حطينا خلي ايدك منفضلة خلي طرف علي هلا ضفنا النشا والملح والسكر تمام هلا بدي اضيف الصودا الكاوي خليك عم تحرك شوي شوي لحظة للتذكير لما بيكون الزيت مو نظيف مو جديد بتخلط شوي شوي على اخف عيار طبعا لا يسعنا الا ان نشكر اخونا ابو العز السقة اخونا ابو العز السقة هو اللي جاب لي هذا المحرك الله يجزي عنا كل خير وايضا من هذا المكان بدي ادعي لاهلنا في فلسطين الله بجاه النبي ينصركم على عدوكم ويجزيكم عنا كل خير مو مكتوب عليه اسم طبعا بنحرك ببطء شلون بنحرك شوف انا حاططها على اضعف عيار اضعف عيار على الواحد
ممكن نحط اثنين بس مو يعني مو على السريع السريع. شايفين العطر؟ عطر داش. عطر هذا اسمه داش قوي وجميل. نحط قبل الثينك. قبل شو؟ قبل ثينك سيد الكردون. ثاني اكسيد الكردون. عجبتني هاي. ليت ذيك. سيب شي خلي يصفي خلي يصفي. خلي يصفي على مهله. ما شاء الله شقد عملت. عايز تفتح فمك؟ عبدو شي ظل كل العمر فمي طعمة ثاني اكسيد الكرتون. ربك هاي ما فهم علينا شو عم نحكي. زين ابوك في الساعه ابوك في الساعه كيف ازرق؟ بس كيف ازرق؟ فمه مشكلة. هذا ريحته قوية يعني هلا ما عاد تروح من على ايدي. بدك ملية؟ وكيف؟ اي هلا هاد بنضيفه شوي شوي. ضف لي انت شوي شوي. حط هدول حطهم بالسطل. شو هذا مظهر؟ خليهم حطهم بالغسيل. هيك اضف لك؟ ايه شوي شوي. هذا صودا اش كيلو فرجيها فرجيها للعالم. هيدا هو صودا اش اسمها زهرة بيضة اسمها صفية عنا بسوريا بسموها صفية. كوني كميوي كتير بيسألوني شو اسمها. اسمها صفية اسمها زهرة بيضة. يلا حط مريحها شوي نكون جهزنا القوالب نفرضه بعدين نسكبها. وقف شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الان في اليوم التالي طبعا حبل الصابونه عشان تمشي معنا على الخصاصه. قطاعه هاي مثل ما شفتوها هاي قطاعه عباره عن شريط فولاذ. ما شاء الله تبارك الرحمن. ايه لا لا خليها صغير خلينا زي العسكري. ايه مقاس كويس. هذا المقاس تبعها صفط العده. ابشر يلا اذا بدك تبلش كفوف في كفوف. بسم الله الرحمن الرحيم وعليه فليتوكل المتوكلون. الان يتم تحضير ماده الصابون
حطها مؤقتا. ليش؟ عشان ما بعرفهم هلا، ما راح يساعد هلا هون، بس مؤقتا لما بعت لك هدول المقطعين. يلا تلافاها ان شاء الله. صابون بعجوي كبير، قصها قصها. لا لا لا، اخر شيء تمرق من هون هي قطعة. صابون كبير، صابوني كبير. شوية كلازون، كلازون لا لا، شوية مي، شوية مي كلازون. شاء الله ذربوا بحنية. تروح لك أخسى قلبي. ليش؟ بحسه عم تقصها. لأنك سيد الصابون هيد. هلأ هلأ بدنا نحط الخشب الثاني. أيوه، يطلع أرق من هيك. هاي لا أسمك شوي هيك كثير. حط هاي، شيل هاي، حط هاي، شيل هاي، حط هاي هيك. ايه منيح. شو قدرت تقصها هيك هيك؟ ايوه هيك هيك. حلو بتطلع هيك. طلع شو ما شاء الله. شو وخليه ذا وريه غير احكي. يطلع يصف لي انا هنا. يلا صور شرف خليك عندي بعض الله شوي. عيونك زار زير البراري. شو الصوت ابو حمام؟ علاقة بصير مع الشيخ. شو بصير؟ شاعر. والبشر مع النجار؟ نجار. خلصنا لك. مع الصوبنجي بصير يزحلق. ما شاء الله. فرجينا شو بنعمل البرش. فرجينا. المعبرجي معبرجي يا عمي. وراثي وراثي الأعمار. أنت والله سألت المعبرجية يا عمي. هيد عم نعمره شي يشم الهواء. الله ينصر دينك على هالشغل. بسم الله ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله. اللهم زد وبارك. الحسود بيعود. علما صلي على النبي تق وتفقع. صلوا على النبي، صلوا على النبي. قولوا ما شاء الله ما شاء الله. الله ما شاء الله. سلم الديات يا ابو عبد الله. قص قص ابو ظاهر. قص يا ابو ظاهر. سلم الديات. انا بخربط بينك وبين ابو عبد الله. عشق ابو محمد. ها يسلموا يا ابو محمد. ايش هالتسطيره.
شاء الله. كابتن بدي نلتقي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. بس بيو خضار، بيو لون اخضر ها. يعني الصبغة عاطي لون شوي، مو هاللون. عبد الله شو يسوي لون شنو؟ تعال قرب بعد. العبيب كمان شوي. قولي مقطع بالطول للتيك توك، مقطع على الانستغرام. اوقف تصوير يعني؟ ايه صور بالطول هلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شايفين هذا الصابون يا شباب؟ هذا شغل امبارح، شايفين؟ هذا الصابون من شو مصنوع؟ 180 جرام صودا كاوي لكل كيلو زيت، طبعا زيت قلي مستعمل، بس حاطين له شوية صبغة خضراء. بتحطوا نص كيلو مي لكل كيلو زيت و180 جرام صودا كاوي، بس. الإضافات 5 جرام نشا و5 جرام ملح و5 جرام سكر. أنا حطيت للتنكة امبارح 18 كيلو على فكرة سويتها امبارح 18 كيلو، حطيت 100 جرام ملح 100 جرام سكر 100 جرام نشا، حطيت كيلو صودا قاش. الصودا القاش بسموها هون عندنا، هون بسموها بإدلب بسموها صفية، بس بغير دول بسموها الزهرة البيضاء، وهي الصودا القاش بكربونات الصوديوم. تمام، بنحط لكل الطبخة. أنا حطيت 18 كيلو زيت امبارح، كيلو صودا قاش، لكل كيلو زيت 180 جرام صودا كاوي ونص كيلو مي. هاي ثاني يوم النتيجة، شوفوا ثاني يوم صلابة. أنا عم سمعكم صوت الصابونة، هاي ما صار لها شهر، هاي ثاني يوم ها. وهيك بنصفها برج تمام، ومخليها لحتى تبس وتصير مثل العظم. بعد شهر إن شاء الله بنستخدمها، فينا نستخدمها اليوم بس، ولكن إذا اليوم استخدمناها بتحرقنا إيدينا. نتركها شهر تتصبن، تكتمل عملية التصبغ.